دم مجاني يباع بالملايين، تحقيق بالسرقة في أحد أكبر مشافي دمشق الجامعية. وتقول المادة إن الفساد المستشري في مختلف مفاصل قطاعات النظام، خاصة في ظل رواتب لا تكفي يوما واحدا، ذلك دفع بأذرع الفساد لتمتد إلى كل القطاعات التعليمية والاقتصادية والصناعية وآخرها الطبية، والتي لا يوفر بعض كوادرها فرصة سرقة واحدة إلا ويستغلونها. وكان آخرها هو سرقة أكياس دم من مشفى جامعي كبير بدمشق، لكن لم يتم ذكر اسم هذا المشفى في ضمن سياق هذه المادة، حيث تصل على سبيل المثال يومياً أو يومية بعض أطباء وممرضي العظمية المقيمين في إسعاف هذه المشافي إلى 400 ألف ليرة سورية، يتم خلالها طلب شراء الجبسين ومستلزمات أخرى بحجة عدم توفرها داخل المستشفى، وهذا ليقع المريض ضحية النصب والابتزاز وحتى السرقة. يعني فعلا مثل ما ذكرتي، موضوع الفساد في جميع القطاعات، ولكن بس ينذكر خبر أنه قربنا على حيوات الناس، على دمهم، على صحتهم، على يعني قديه بيكون مثلا أهل المريض محروقين، بدهم دم، بدهم كذا، ويجي حدا يستغل هذا الموضوع. عرفت يعني خصوصا موضوع غالبا متوفر، لكن ما بيعطوهن يا بيبيعون يا بيع، يعني لسه هي أصعب من موضوع أنه ما أنه موجود وعم يحاولوا يأمنوا. لا، هي المواد موجودة ومتوفرة، لكن من باب انه يعني يكسبوا لهم كم ليره زياده، يعني يتركوا لنا بس هذا القطاع انه شوي انساني. صح. لا، وللاسف انه ما بيورقه تسويها انت بسوريا الا لازم تروح تتبرع بكياس دم، حتى مو كيس واحد، حتى يعني مرقولك اوراقك، فيعني في دم منيح موجود وفي ناس كثيره هو بشكل مجاني بالدم. في ناس كثيره دائما تتبرع بالدم، وحاليا يعني ما في اثر اي نوع من الاشكالات لنقول والله في استهلاك كثير كبير لوحدات الدم، ما عاد في، لكن هي نوع من انواع الاستغلال يلي بلشوا عم يمارسوها تجاره قام تاجرون بها من ناحيه للاسف المفروض تكون رحيمه للناس، عم تكون ضمن سوق الجزاره اللي تعودوا بباقي القطاعات.